وتحول من خلاله إلى مصدر إلهام لكل الطامحين. لقد غزا شاشات التلفزيون والسينما ووضع مقاربة جديدة للفنون القتالية. ومع أننا لا نزال أثر حضوره المهيب، إلا أن تأثيره الأقوى يأتي من قلبه ومن عقله وفلسفته. كثير من الناس لم يدركوا أن بروس لي كان فيلسوفا، بل كانت نظرتهم إليه كممثل، لكن كتاب جيف كوندو جاء ليثبت أنه حقا فيلسوف. تتناول فلسفته كل مفاصل الحياة، كل ما يواجهنا في حياتنا من صراعات وتقلبات، وهي تساعدنا على التغلب على كل المشاكل الحياتية. إن فلسفة جيف كوندو تساعدك على التعبير عن نفسك، وتساعدك أيضا في بلورة أفكارك بطريقة أفضل. لكن هناك منفعة أخرى غير الدفاع عن النفس، وهي تطوير الذات لكي تستطيع بذلك أن تثبت نفسك. لن يكن الأمر متعلقا بالفنون القتالية وحتى